السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنقدم لكم اختراع جديد لاستعادة حيوية الشباب اللي الناس تتطلع إلى. طبعا هذا الأمر بكل الطرق. الاختراع هذا قدمه لنا الدكتور حسام عبد السلام السيد استشاري جراحة العظام. بالنسبة للعلاج الآن إن شاء الله سينزل للأسواق. ينبوع الحياة يعتمد على فكرة وتصور جديد لسبب ظهور أعراض الشيخوخة أو تقدم العمر بعد سن 40، والسبب الأساسي هو تعطل الكولاجين وفقد لحيويته، وهذا ما توصل إليه الدكتور حسام. وهنا تفصيل بسيط يوضح فيه، طبعا هو كتب في اختراع قدمه في مكتب براءة الاختراعات الأمريكية، واختراع آخر قدم في الأمم المتحدة. والشرح مبسط هنا وسريع أن الكولاجين الحيوي في فترة الشباب يكون محتوي على جزيئات الكبريت التي تمسك حزم الكولاجين مع بعضها البعض. هذه الحالة يكون الإنسان في شبابه، ويكون حسب ما ذكر الدكتور أن للكولاجين هنا خاصية ثلاث خواص: الفانكشنال كولاجين اللي هو حيوي، وبيزو الكتريستي، ومايكرو فليكسبلتي، بحيث انه لو تحرك الانسان او عمل رياضة او يعني تحرك حركة عادية فان الجهد الميكانيكي يتحول بفضل الله ثم بواسطة الكولاجين الحيوي الى طاقة بناء. وبذلك حيث ان الكولاجين عندما يتعرض للكولاجين الحيوي يتعرض للميكانيكال ستريس أو جهد أو حركة أو رياضة أو حركة في البيت ينحني، وهي هذه الميكروفليكسبلتي بشكل معين، ويعطي هنا إشارات سالبة وهنا موجبة، وهذه هي شرارة البناء. البناء لكل جزء في الجسم، للعضلات، للعظام، للجلد، للأجزاء الحيوية، الأعضاء الحيوية، القلب، الكلى، كل شيء فيه كولاجين. والكولاجين هو أكبر نسبة بروتين موجودة، حيث يكون من المليون نوع في البروتين في جسمنا يحتوي الكولاجين هو 30% من أنواع البروتينات الأخرى. سنتكلم اليوم بالتفصيل عن الركبة. الركبة ماذا يتم فيها؟ طبعا غضروف الركبة عبارة عن 70% ماء، والباقي كولاجين وكوندراكتين صلفيت وكلوكازامين وهايلورونيك أسيد. لو استبعدنا الماء سيكون قيمة المواد الأنسجة فيه الكولاجين نصف القيمة من النسيج، والكوندراكتين هو النصف الآخر، أقل من النصف شوي، يعني 48% مثلا. يكون الجلوكوز أمين 1% أو أكثر قليلا، والهيلورونيك أسيد أقل من 1%. هذه المكونات السبب في تعب الركبة بعد سن 40 أن امتصاص الكبريت في الكولاجين قل، ومن هنا تعطل الكولاجين، حيث احتل مكان الكبريت جزيئات من السكر وعطل الكولاجين. لكن بإعادة وضع الكولاجين طبيعي سيقوم الكولاجين ببناء كل شيء. الكولاجين هنا في الغضروف سيبني الكوندراكتين سلفيت والجلوكوزامين والهيلورونيك أسيد. كيف؟ بإعطاء هذا المركب الذي تكلمنا عنه سابقا، وهو مركب هدى لايف، ينبوع الحياة، المحتوي على مادة على كبريت وعلى مادة أخرى تشيل الجلوكوز، تنزع الجلوكوز وتدخل مكانه الكبريت، ومواد أخرى تعيد ترميم الكولاجين ليعود سليم ويكون يبني سليم، فيبني جميع هذه المواد التي في غضروف الركبة. هذا هو العلاج الصحيح. هنا يبان لنا الركبة، تبان لنا الركبة، هذا هو الكولاجين وفيه حبوب الكبريت، هذا هو الكوندراكتين وهو كالزنبرك، وهنا الجلوكوزامين التي عبارة عن أقراص. هذا المركب كامل يشتغل عندما يقع الضغط عليه، ينحني الكولاجين، وبالتالي انحناء الكولاجين تقوم ببناء جميع المركبات الأخرى. ما أهمية الجلوكوز أمين؟ الجلوكوز أمين في المفصل يسمح بدخول الماء، لأن المفصل زي ما قلنا الركبة فيه ماء،
والماء هذا يكون على ضغط متوازن خارج وداخل المفصل، بحيث يتحمل جسم الإنسان أو وزن الإنسان ويتحمل حركته وما قد يحمل. لذلك يجب علينا أن ننتبه للوزن أن لا يزيد عند الكبر، لأن مفصل الركبة لا يتحمل وزن، إذا زاد الوزن كثير جدا وزن الجسم الإنسان قد يتأثر، وكما قلنا يتأثر فعلا بعطل الكولاجين. لذلك علينا أن نحيي الكولاجين بالدواء وبالمركب هذا. العلاجات السابقة كانت خاطئة تماما، مثل أن يعطون الإنسان حبوب كولاجين. حبوب الكولاجين التي يعطيها الدكتور هي تجارية ولا تفيد، لأن الكولاجين سيكون مثل قطعة اللحمة التي تأكلها يهضم في الأمعاء، فلا فائدة من إلا قليلا قليل. والكوندراكتين أيضا الذي يعطى بالحبوب لا يمتص، لأن جزيء الكوندراكتين جزيء كبير جدا، عبارة عن سلسلة طويلة جدا من الجلوكوزامين. بالنسبة للجلوكوزامين يمتص وجيد الامتصاص، ولكنه لا يشكل إلا 1% من المشكلة، فالمريض المتعاطي الجلوكوزامين يحس بالتحسن في البداية ثم لا يزداد تحسنا، لأنه يحل مشكلة 1% المشكلة الكاملة. هيلورونيك أسيد أيضا هو عبارة عن إبر يأخذها المريض، أقل من 1% تشكل من مشكلة الكارتليج أو الغضروف الركبة، لذلك فهي إن تحسنت أول مرة لن يحس بعد ذلك بتحسن، وهو التحسن الأولي سيكون تحسن بسيط جدا بعد أخذ كذا حقنة متعبة وغالية. لذلك فعلينا بإعادة حيوية الكولاجين، وما كما قلنا الكولاجين سيحسن المفصل وسيحسن الهشاشة وسيحسن كل ما ظهر عندك من مظاهر شيخوخة. هنا شرحنا كيفية تحسن مفصل الركبة ومما يتكون المفصل بشكل سريع. طبعا الحركة مهمة العملية لاستعادة حيوية الكولاجين، لأن الكولاجين يحتاج للحركة، لأن الكولاجين الحيوي يحتاج إلى حركة أو جهد لكي يعمل هذه الميكروفليكسبلتي أو الانحناء التي تبدأ بناء الجسم، بناء أنسجة الجسم جميعا. الحركة وأيضا الجلوس في الشمس مهم لصحتك، فلا يجب أن حتى يعني تعتمد على علاجات غير مفيدة. هناك علاج ضار جدا أو فكرة ضارة جدا، وهي إعطاء المسكنات. المسكنات التي تعطى لألم الركبة أمر جدا سيء، لأنها إن تعطلت الركبة أو حصل يعني تآكل في الركبة، فالمريض يحس بالألم فيرتاح، وهذه الراحة مهمة لأنها تسمح للكولاجين وإن كان ضعيفا وإن كان قليلا أن يحاول أن يبني هذه الأمور بالراحة. لكن كل ما عمل غشاء وبنى غشاء وتحرك المريض لأنه أخذ مسكن فلم يعطي نفسه راحة في السرير أحس بأنه كويس وأخذ المسكن، فسيتحرك ويمشي على هذا المفصل ويتآكل أكثر فأكثر فأكثر، وكلما أخذ مسكنات كلما تدهورت الحالة، لأنه لن يسمح لركبته بالقيام بالبناء بنفسها. كما أن هناك سايد إفكت أو مضار جانبية للمسكنات، بأنها تمنع إنتاج البروستاغلاندين وهو هرمونات البناء في الجسم، هذه تمنع من كثر أخذ المسكنات. أعتقد أنني قلت الموضوع بصورة سريعة، وإن شاء الله تكونوا يعني استوعبتوا. هأعيد لكم نقطة معينة هنا. هنا زي ما قلنا الركبة، مفصل الركبة في الوضع الطبيعي، كما ترون هنا الكولاجين سليم وفيه كبريت، فعندما يكون في ضغط أو حركة على الركبة أو وزن سينحني ويقوم بالبناء وكل شيء تمام. هذا الكولاجين هنا غير سليم، فهتلاحظون أن الكولاجين ما يتأثر ما يرتفع وينفتح مع الزنبرك الكولندراكتين سلفيت، وسيكون ليس على استقامة واحدة، فلذلك هذه المرتفعات والمنخفضات تعمل احتكاك في الركبة أكثر. كون الكولاجين عاطل فهناك احتكاك دائما وألم، لذلك يجب علينا أولا نفكر في استعادة حيوية الكولاجين ليبني الكوندراكتين وليبني الجلوكوز أمين، وكذلك يبني الهايلورونيك أسيد المسؤول عن الانزلاق السليم لغضروف الركبة دون احتكاك. أتمنى أن أكون أوفيت في هذا الموضوع، وإن شاء الله لنا حلقات أخرى
بالنسبة للأمراض الأخرى التي تتسبب في تظهر كأعراض تقدم عمر بسبب فقد الكولاجين لحيويته. انتبهوا للكولاجين واحرصوا على تناول حبوب هدى لايف المحتوية على الكبريت وعلى عناصر أخرى تسمح لجزيء الكبريت باحتلال بالرجوع إلى مكانه وطرد الجلوكوز. السبب في أن الكبريت زي ما قلنا لا يمتص هو أن بعد سن 40 يضعف امتصاص الكبريت، وفي نفس الوقت أن جودة الكبريت، النباتات التي فيها كبريت نسبتها ابتدأت تقل، وأيضا تعاطي الأكل أو نوعية طريقة طبخ الأكل تحرق الكبريت، زي مثلا عندما تطبخ هو يوجد في الكبريت في الثوم والكبري والبصل، ولكن لا نأكلها غالبا، لا تؤكل طازجة ومن الصعب أكلها طازجة، لذلك فعند عمل الطبخ يعني تفقد العناصر المحتوية للكبريت الكبريت بسبب الطبخ. ولو أكلنا رأس ثوم كامل اللي فيه فصوص 30 فص تقريبا لن نحصل إلا على 2 ملي من الكبريت، لأن حتى جودة النباتات ليست كقبل، يعني ليست كالزمان اللي الناس تعيش فيه طويلا بسبب جودة والبركة في النبات والأرض، لكن الآن أصبحت الرأس الثوم اللي فيه 30 فص ما فيه أكثر من 2 ملي، والجسم يحتاج إلى يعني 200 أو 600 ملي من الكبريت يوميا. هنا عندنا ينبو الحياة حيوفر لك الحبة الواحدة من هذا فيها تقريبا 200 ملي، تأخذها 3 مرات قد تكفي لك الكمية بسهولة، ودون يعني الحاجة إلى أكل خيشة بصل ولا خيشة ثوم. صعب جدا أن تناول الكبريت الآن في مأكولات حتى لو كانت طازجة، الكمية غير كافية. طبعا احنا ليس موجود فقط في ينبوع الحياة الكبريت، انما يوجد فيه ايضا، ليس فقط الكبريت انما هناك موجود فيه العناصر الاخرى التي تزيل جزيء الجلوكوز الذي احتل محل الكبريت، وهذه مهمة جدا، لان مهما اخذ الانسان كبريت لن يستطيع ان يحسن الكولاجين أو يستعيد حيوية الكولاجين ليستعيد شبابه، لأن الجلوكوز لن يسمح بالكبريت للدخول في الكولاجين، لن يسمح. لذلك ينبوع الحياة يوجد معه مركب آخر مسؤول عن طرد جزيء الجلوكوز وإحلال جزيء الكبريت، وكذلك هناك مركب آخر في الدواء يقوم بربط حزم الكبريت التي استعادت حيويتها. لكم الشكر.